احبتنا في كل مكان، ارحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة اهداف. هذه الاهداف التي نعرضها نعيد فيها ذكريات جميلة لكل من تابعها، لكل من شاهد هذه المباراة، من حضرها في الملعب، من شاهدها مع اهله، من شاهدها مع اصدقائه، في الديوانية، في الشاليه، في كل مكان، حتى في قعدات البر كانوا الجميع يتجمعون لمتابعة المباريات. ودائما ناخذ حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية. سنبدأ المشوار والاهداف بعد الفاصل. تبقى مباريات العربي القادسية ذلك الزمن الجميل، من عبق ذلك الزمن الجميل الذي لا يسقط من الذاكرة، مباراة مميزة وجماهير متحفزة وإعلام مميز. كان الكل يتابع مباريات العربي القادسية، وكل ما تعرض مباراة العربي القادسية البعض يقول هل من مزيد؟ نعم، في مزيد. تفضل شوفوا. صاحب السعادة نواف الأحمد، كما يحضرها الشيخ فهد الأحمد رئيس نادي القادسية ورئيس لجنة الأندية. جاسم يعقوب، جاسم يعقوب على الثمانية، جاسم يعقوب، جاسم يعقوب، حط حط الدخيل، الدخيل، كرة حلوة، كرة حلوة بينية، أخذها الدخيل، اللعبة كرة حلوة بينية، هذا الدخيل بين الدفاعات، ماشي فيها دفاع العربي وداخل خط الـ18، يحطها في الزاوية البعيدة على يمين حارس مرمى العربي عبد النبي حظ. كرة ساحب فيها حلوة بين الدفاعات، دفاعات تركيلة، ما أبو حمد يبعدها، فهد عاشور، يعقوب عبد الله، وتروح العصفور تدخل على عدنان عبد الله، كان حلو العصفور يطلعها بكل ثقلة بكل جسمة، وترجع مره ثانيه تروح للعرب كرم، وتروح الكره هذه تاخذ على فرج داخل 18، تروح الكره العصفور، شوف حلوه الميه، يا سلام، كره حلوه جاي لك العرب، يضغط، حاول انه يسجل اصابه التعادل، ضاغط المباراه من بعد ما سجل الدخيل اصابته، الميه يدخل في كل جسمه، كره طايحه بين عدنان عبد الله وبين علي كرم وبين العصفور، يدخل الملة في كل جسمه ويحط الإصابة التعادل بعد مرور 12 دقيقة من الشوط الثاني، 12 دقيقة على الملة إصابة التعادل. جعل سلطان إلى سعود بو حمد، حلوة إلى فاروق اللي راح في الجهة الثانية من الملعب مكان فاضي، فاروق، فاروق بيعلي، علّه وداخل 18، لازم يحطها، حطها، جاسم، جاسم يعقوب، كرة أول قلت لك بحطها جاسم، لأن أنا شايف الكرة طالع لها مقد لها جاسم، كرة ملعوبة حلوة من فاروق جاية داخل خط 18، أول ما راح جاسم حق الكرة يستقبلها، عارف أن جاسم راح يشوت مباشرة بالجول، وفعلا شات وسجل الإصابة الثانية للقادسية. في 26/5/2000 كان نهائي كأس أمير دولة قطر الشقيقة، لعب السد والريان، والسد والريان عاد تاريخ. الريان نعم تراجع خلال السنوات الأخيرة، لم يعد الريان كما عرفناه خلال فترة سابقة، ودائما أخواننا الخليجيين نشاهد تلك المباريات. دعونا نشاهد ماذا فعل السد أمام الريان. موتى من أجل مشروع هجوم مضاد سداوي، مهاجمان ضد ثلاثة مدافعين، وحسين عموتة يحتفظ بالكرة ويتحرك عرضيا ثم طوليا ثم يدخل منطقة الجزاء، ما زال عموتة مع الكرة، يلعبها ترتد على الكرة، هدف، هدف أول للسد من داين فاي، هداف المسابقة المهاجم السنغالي المحترف داين فاي، يضع الكرة في شباك الريان ويعلن هدف الأسبقية في الدقيقة 15 من الشوط الثاني، الدقيقة 60 من المباراة، السد إذن بطل الدوري، يحرز هدف الأسبقية، هدف السبق، هدف التقدم،
من صناعة عموتة الذي قام بانطلاقة رائعة وكبيرة جدا، ولاعب كرة عرضية قدر تتدد العارضة، ولكن إلى حيث يندفع دايفاي ليضع الكرة برأسه دون عناء في الشباك المشرعة أمامه ويحرز هدف السبق في هذه المباراة، الهدف الأول من نصيب السد. هنا العارضة كانت لمصلحة السد ليس كما في المرة السابقة، وهنا عموتة الذي يمكن القول إنه بطل هذا الهدف وإنه صانعه يلعب الكرة في العارضة ويتابع دايفاي. تتحول كرة عادل جدوع إلى حسين عموتة، ليس متسللا ولكن هل يلحق بالكرة؟ ينجح في ذلك بالفعل. مهاجمان ضد مدافعين، كرة عرضية باتجاه عادل جدوع، كرة في المرمى، وهذه هي رصاصة الرحمة التي يطلقها عادل جدوع في مرمى الريان. هذا هو هدف التتويج، هدفان للسد لا شيء للريان، هذا هو الجواب، وصوتي يضيع بجانب صوت لاعبي السد الذين يخرجون جميعا خارج الملعب للاحتفال. إذا أقول مبروك هنيئا للسد، مرحلة السد والتبديل كان ناجعا والمرتدات كانت ناجحة وخطورة حسين عموتة كانت سمة هذه المباراة وهو صنع الهدفين. هذه الكرة العرضية إلى عادل جدوع الذي يطلقها بيسرى أرضية عن يمين يونس أحمد الذي لم يكن يستطيع أن يفعل شيئا أمام هذه الكرة القاتلة التي جاءت في وقت قاتل وأكدت فوز السد وأعلنته بهدفين. إذن الثنائية في العام 2000 بهدفين. في 15/1993 في بطولة كأس أمم العهد لكرة القدم التقى الكويت والقادسية أو القادسية والكويت، ودائما هذه المباريات مباريات احنا نقول في العامية نارية في الملعب، في الملعب فقط تخلص المباراة الأمور طيبة في الأخلاق الرياضية. دعونا نشاهد الكويت القادسية. الميل كرة معه واخطاء كبيرة اخطاها لاعب القادسية، توصل للبطل، بطل لعبها النصار، نصار لعبها ناحية لي مرة ثانية، توصل لبدر البطي، بدر البطي وشوت، بدر البطي وجول، هدف، هدف لبدر البطي في الدقيقة 37، في الدقيقة 37 بيسجل وتضرب الحقيقة أحد لاعبي نادي القادسية ويتغير اتجاه الكرة. في 16/11/93 في بطولة كأس الأمم العربية لكرة القدم التقى الكويت وكاظمة، وأيضا التنافس الكويت وكاظمة تنافس قوي في تلك المرحلة، مرحلة التسعينات، وإن كان الكويت بعض الأحيان في مرحلة التسعينات لم يكن الفريق ذلك الفريق القوي كما هو عليه الآن أو بعد سنة 2000. دعونا نشاهد أهداف تلك المباراة. راح يلعبها، وين راح يلعبها؟ نصار، وليد نصار، وليد، وليد بيلعبها، جول، جول، الله، خطاف، 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 خطاف الكويت، طلال زيدان، طلال زيدان، النادي الخطاف، خطاف، طلال زيدان، خطاف، كورنر، وصل آخر، في الدقيقة 44، في الدقيقة 44، في الدقيقة 44، من كورنر لاعبها نصر عطول، شوف لي هذا، شوف، 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 شوف. شوف 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 إلى طلال زيدان الخطاف، طلال زيدان الخطاف يخطف في الدقيقة 44، في الدقيقة 44 توني بعد الجول. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف، إن شاء الله استمتعتوا في حلقة اليوم. باكر ان شاء الله خاش لك مهداف جديده، نشوفكم على خير، فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم، مع السلامه.